حبايبي كراب، مثل ما انتم شايفين اليوم معانا تطوير شو تحديث، قصدي شباب التحديث الجديد. حبايبي مثل ما انتم شايفين يا حبايب، ركزوا لي هون على الزوايا، ركزوا لي فوق هون كيف اختلت الاشياء، هون شكل اللعبه على اليسار يمين. وي وي اوكي شباب، طولوا على حبيبي، الله يسعد ليكم شباب. طبعا شباب ليش بدي خليت بلشت، يعني اول بلشت المقطع خليتكم فرجيكم هالواجهه الجديده شباب. يعني انا اول ما دخلت على السيرفر المطورين شباب شفت هالواجهه قلت لا انا فري فاير ولا شلون، كل شيء متغير شباب. مثل ما انتم شايفين عندنا هون الشكل متغير، شكل اسمع كيف الاصوات الكبسات، اسمعوا شباب اسمعوا انا طبعا وطيت شوي، اسمعوا شو كده غير اللعبه، غير متجر شكل ثاني. البروفايل كثير من الاشياء شباب متغيره هيك كلياتها مع اللام، وعندنا اشياء جديده يعني بعد التحديث. الاحداث شوفوا هيك شكل الاحداث، يعني كل شيء تغيير شباب. الاسلحه شكل الاسلحه، الديكور مع الديكور شيء، المودات مثلا شباب هون عندنا ال الرانكت، مثلا حبت لعبه كلاسيك او كلاسيك كلاس سكواد او رانكت او كلاسيك نفسه كلاسيك مودر كلاسيك، تجي لهون بتعمل هيك تضغط هون شباب، تختار الشخصيات مو شخصيات، تختار الخريطه اللي بدك تلعب فيها. يعني بتك يعني خسار يعني صار يعني هذا التحديث الجديد شباب، يعني ما عاد في هلا احداث بكل مكان، اكثر من خريطه واكثر شيء يعني كلهم مرخبطه ملبطه معلم. لا اكيد هذا مو كل شيء، طبعا في اشياء كثيره طولوا بالكم. الان شباب هون عندنا احداث جديده نحاول ندخل عليها، طبعا شباب ما نقدر في بعض الاحداث يعني مثل المودات رح نحاول انه ندخل عليها بشباب عشان نفرجيكم اياها. بس هناك شباب تكمله تجربه يعني التحديث الجديد رح نخليها على اللايف ستريم، يعني نفرجيكم الاهم شيء الان، والباقي شباب رح نعمل التجربه الكامله على البث المباشر. اوكي شباب ركزوا معي كيف هون عندنا هون الاشياء، يعني مثل ما انتم شايفين كل شيء تغير، شكل كل شيء تغير. اوكي يعني مثل شو مثل عندنا طول بالكم عندنا تنتين شو عندنا الشخص ماي خليك ريلاكس، عندنا شخصيتين معلمه جداد مو مطورات، يعني شخصيات غامضات جداد معلم. طبعا شباب لما بندخل بالسيرفر المطورين ركزوا معي كيف هون عندنا شخصيه، اول شيء مكتوب عليه بريميس، طبعا هي شخصيه ثانيه. اوكي مش شايفين على اليمين، ركزوا معي على اليمين عندنا هون حبايبنا اول شخصيه بالذكر، في شخصيه ذكر وشخصيه انثى شباب نازل باللعبه، ركزوا معي كيف عندنا اول شخصيه هون مكتوب عنها، يمكن الحلفاء في نطاق 6 امتار منع 7% من الضرر لاستخدام النقاط خبرتهم من هذه الحاله، سيتم اضافه مقدار نقاط الخبره مخصصه مخصومه من الحلفاء للنقاط خبره المستخدمه. اوكي حبيبي والله، طبعا هالشخصية شباب راح نحاول نجربها بس ولكن فهمنا شو دور هذه الشخصية. اوكي عندنا شخصية ثانية شباب هون مو مكتوب، بس ولكن انا معلم دورت على المكان ودورت يعني وشفت قلت وين بدي ادخل، شو بدي اعرف مهارة هالشخصية، هالشخصية شباب مهارتها هي شغل شيء ثاني. هاي الشخصية شباب في غضون مكتوب عنها في غضون 5 ثواني، طبعا ليفل 1 في غضون 5 ثواني بعد اطلاق المهارة يمكن المستخدم المهارة بهجمة جدار جلو لتحديد الاعداء في نطاقه 5 متر من جدار جلو والحق ضرب الاعداء، شخص بيكون مذكورين سيكون ضرب محدث اقل من المعتاد فعاليه على اقصى 3 جدران جلو وقت التهدئه. حبيبي والله اوكي بلس، طبعا شباب نحاول نطور هالشخصيات نشوف كم راح يصير. اوكي عندنا هون نقدر نطورهم، طبعا هون ما بنقدر نطور شباب لانه يعني الشخصيات اللي بصيروا مطورين يعني يعني تجربات فهمت علي شو، لكن رح نطور هالشخصيه معلم نقدر نطورها باللوز. اوكي نطور هاي معلم شوف كم راح يكون ورح نحاول نجربهم شباب، ولكن لازم اللاعبين بالسيرفر مطورين شباب ليش هون اعطانا شيء، اعطانا مثل بانر شباب مكتوب مكتوب راجنر روك، يعني شكلية معلم شكل شخصية راجنر روك مكتوب فهمت علي كيف. اوكي هي طورناها ماكس، اوكي خلينا نفتح هذول على الرواق عشان نشوف الشخصيات الثانية. طبعا شباب الشخصيات رح نشوف شخصية شباب لما نكون على البث مباشر نظبط الوضع فهمت علي كيف. عندنا هون الشباب في شخصية ثالثة كمان هون الشباب، اوكي لسه عم متواجدين ما قدرنا نحصل عليها، بس ولكن هون عندنا في 3 شخصيات شباب يعني متواجدة شباب يعني رح تنزل يعني شيء باللوز. اوكي طبعا اكيد ما خلصنا بهذا التحديث شباب، في كثير اشياء شباب مثل ما بتعرفوا بالتحديث يعني شكل اللعبه كله تغير معلم، يعني شيء باللوز، شخصيات جديده باللوز، عندنا شيء تالي اكيد شو بقى؟ المرافق، تعالوا نشوف المرافق، عندنا مرافق جديد شباب نفس الوقت، عندنا المرافق هذا البوم معلم اسمه هود ما اعرف شو معلم مرافق يعني باللوز. اوكي يعني مثل ما انتم شايفين حبيبي والله عندنا هون المهارات تبعيته ركزوا معي كيف، صراحه مرافق حلو يعني ركزوا معي كيف، عندنا المهارات تبعيته شوفوا شو مكتوب. عند استخدام عنصر مهارة او مسح ضوئي يمكن للملك الوصول لنطاق اضافي بين يبلغ 10 متر واستخدام مده المسح 100 ثانيه، تم تشويه نتائج مع زملاء
فهذا الشذب على من هذا هذه الشخصية تقريبا مو شخصية مرافق، هذا نوعا ما هو ككشف يعني. طبعا شباب حاول نجربه، طبعا مو موجود لما نقدر نجربه، بس ولكن راح نحاول نجربه ان شاء الله شباب مع الايام نقدر نجربه لما يفتحون اياه، لان حبايبنا بسبب المطورين في مثلا في الاحداث بنزلوها شوي شوي، مثلا في يعني اشياء لازم تصير يوم يومين حتى نقدر نجرب كل شيء على كل شيء. اوكي شفنا الشخصيات، شفنا مرافقين جديد، شفنا تشكيل اللعبه تغير، بس شو بقى؟ سلاح جديد شباب جاي على الطريق، تعالوا شوفوا معلم. ندخل على الاسلحه حبايبنا، تعالوا اول ما ندخل على الاسلحه حبايبنا مثل ما انتم شايفين عندنا هون الاسلحه، منظر الاسلحه شباب يعني كيف تغير، الجرافيك تاع الاسلحه تغير، في كثير اشياء تغيرت شباب مثل ما انتم شايفين هون عندنا. بالنسبه للاي اسلحه الاي ار مو متواجد اي شيء، بس ولكن شباب الشيء الجديد شباب نازل عندنا هون سلاح اسمه البيزون، البيزون سلاح شباب هذا بلوس سلاح جديد. طبعا شباب للاسف الشديد راح ندخل تدريب، بس طول بالكم قبل ما ندخل على التدريب شباب عشان نشوف السلاح بدنا ندخل نشوف نفرجيكم شكل الشخصيات الجاي. طبعا هالشخصيه شباب هي الشخصيه الرئيسيه راح تكون، اوكي هي البنت، وشخصيه شباب هي بريميس. هي الشخصيه شباب بشبهها كثير لشخصيه بيعطيني يعني اي بي يعني بتشبه كثير يعني بتشبه كثير لهي الشخصيه اندرو وشخصيه كي كشمون. فهمتوا علي شلون؟ فهمتوا شلون؟ اوكي ليك شباب رح نعمل شيء، رح نضيف الاشياء المتواجده هون معلم، انا طورت ماكسيم رح نضيف هالشخصيات عشان نظبط شخصيات تكون وضعنا باللوز، ونضيف شخصيه جديده. وينها؟ شخصيه النشط، هي رح تكون شخصيه نشط، هي رح تكون شخصيه نشط شباب، شايفين معي كيف؟ نحاول نطورها معلم، اوكي عشان نشوف الوضع كيف رح يكون. طبعا هون معلم اشياء كثيره موجوده نطورها معك، طور معلم طور مفتوحات معلم، كل شيء مفتوح بنختار الشخصيه هي البنت النشط، اوكي هي بتكون صارت ماكس، طورناها ماكس وضعنا باللوت، ونضيف شخصية تانية كمان شباب مثل خلينا نحط شو نختار؟ خلينا نختار مطور ماكس. ما شاء الله شيء حلو معنا بسبب المطورين، أول ما تدخل سبب المطورين شباب يعطونا تقريبا 10,000 اكس بي، اوكي عشان نقدر نطور فيها الاشياء وندخل فيها المدة. طبعا شباب الان هذا هو اوكي وضعنا باللوت، ندخل نفس الوقت ندخل بالريب نفرجيكم الشخصية اللي موجودة. نفس الوقت نجرب حظنا إذا ممكن موجود السلاح. أوكي شباب. مثل ما أنتم شايفين شباب عندنا هي الشخصية الإضافية شباب، يمكن في الحلفاء في النطاق من 12 متر يمنع تقطع من ضرر وإلى آخره. أوكي. نشوف بالنسبة للسلاح شباب للأسف الشديد مو موجود. أوكي هو مو موجود، ممكن ينزلوه بعد فترة معينة، لأنهم بتشوفوش يعني بتصير مطورين شباب بيجربوا أشياء فيه وكثير من الأشياء، فهمتوا علي شلون؟ مثل ما انتم شايفين السلاح البيزا مو موجود، اوكي عندنا هون اشياء متواجده مثل كل مره، هذا هو حبينا نجرب الشخصيات بس ولكن للاسف شديد ما نقدر نجرب. اوكي هون بحط الجهاز هون بيصير اوكي عم بيعطينا هي الشخصيه شباب عم بتلف شخصيه اضافيه، حلو حبيبي والله. اوكي حبايبي الكرام وهيك بكون رح نختم المقطع لليوم يا اساطير، ان شاء الله استفدتوا وشفتوا اشياء جديده، اعطونا رايكم شباب بالتحديث اللي نازل جديد. طبعا شباب مثل ما قلت لكم رح نكمل الوضع على اللايف ستريم ان شاء الله من بعد شوي شباب نفتح لكم. بس لايك حبايبنا، اعطونا رايكم بالتحديث الجديد، شو رايكم بالاضافات الجديده؟ لا تنسوا باللايكات والشيرات طبعا شباب انا مستعجل كثير، ما اعرف ايش مستعجل معلم، متحمس كثير لانه شباب حاسس انه الوضع كله راح يكون جديد. طيب حبايبنا شكرا كثير لوجودكم معنا، ان شاء الله استمتعتوا معنا، بنشوفكم على البثوث مباشره وكل شيء، نشوفكم على خير، يومكم سعيد، بلوس.